وحنبدأ كالعادة بضيفنا الدائم أو المنافس الدائم وهي أميرة السويدان. من فيكم جاهز للعبة؟ إيش بها ما تتكلم أميرة؟ أنا للمصاعب جاهز حتى لو كانت متعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. أميرة فيها شيء اليوم ولا شيء أميرة اليوم؟ ركز معنا صوت وصورة، حرك مخك يا الأسطورة، راح تقدر تربح معانا ويقولوا ما أقوى حضورة جمهوري. هيا سعيد خاص بقول. أيوه تكلمي. أيوه هذا كلام. بقول كلمة بسيطة وبكمل الحلقة عادي. أنا بكمل الحلقة وأنا بس أجاوب وبس. كلمت اللي بقولها يقولون لك العب بصمت وهدوء وداع النجاح والفوز يحدث الضجيج. الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا الكلام أنا عشان أقوله يبغالي سكريبت، يعني ما أقدر أقول الكلام هذا ما شاء الله تبارك الله كذا. لكن سمعونا تحية ثانية للضيف الدائم الساهر. وخلونا يا جماعة الخير الآن نرحب بضيفتنا الجميلة والمنافسة اللي إن شاء الله اليوم حتكون منافسة شرسة لأميرة وهي جمانة الحقي. ركز معنا صوت وصورة، حرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي جمانة، أنا اليوم جاي هنا عشان أهزم أميرة وأهزم أميرة، بس عندي كلمة ودي أوجهها لأميرة. لا إله إلا الله. يا أميرة ترى مهما يكون لا تفكرين بفوزك واحلمي بالفوز. ها 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 هاي. الله 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 ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. هذا وريني وريني وريني. هذا ما شاء الله مجلد. هذه كلمة واحدة؟ والله يا أميرة الظاهر إنه شوف يعني كاتبة كلامها كله في هذا رول جابت لك رول كامل لليوم. يعني ترى وضعك صعب حيكون. انا اخاف. لا تضحكي. انت الان دخلتي معاه، انت تمثل البرنامج أميرة. انت مستمره ما في كلام اليوم. بس اجل كذا شكلنا حنخسر اليوم يا اميره. الوقت ما في وقت ثمين. ما تكلم بلغ ايوه قالت وقتها ثمين.